انطلق شوطنا العاشر بتعداد أشواط هذا الصباح وانطلاقات ونفسات سن الثنايا القعدان، لنتابع هذه الانطلاقة لنشاهد هذه المنافسة وما تجري على أرضية ميدان التحدي، لنرى أول المراكز والمقدمة. مقدمة هذا الشوط أتابع رياض محمد بن علي بن راشد بن سالم المري على أول المراكز. المركز الثاني تقدم شهيد لمحمد بن حمد بن مسعود على ثاني المراكز، تواصل بالنداء مع المركز الثالث لأتابع مايهاب سفر بن مبلش بن سفر البقومي على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع انطلاقة شاهين مبارك بن مناحي الدوسري، وخامس المراكز هملول بريك بن محمد بن بريك المري، يقدم لنا هملول بانطلاقته وتواجده على خامس المراكز وشعار والدي معلقنا محمد بن بريك من يتابع أيضا انطلاقة هملول المتواجد على خامس المراكز. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى، متمنين التوفيق لجميع الأخوان المشاركين. نعود مجددا إلى الصدارة ليستجد النداء مع أول المراكز لأتابع المقدمة وانطلاقة رياض. رياض من يخوض رياض الناموس ويتواجد كقائد للأسماء المنطلقة حاملا لشعاره مع أول المراكز محمد بن علي بن راشد بن سالم المري على أول المراكز. المركز الثاني أتابع على ثاني المراكز شاهين ومحمد بن حمد بن مسعود على المركز الثاني. ثالث المراكز يتواجد شعار البقومي مع انطلاقة مايهاب سفر من مبلش بن سفر البقومي على المركز الثاني، أحد شعارات أبناء المملكة العربية السعودية، وقادم من ميدان الطائف ليتابع هذه الانطلاقة على أرضية ميدان الشحانية. المركز الرابع أرى وأتابع انطلاقة هملول لأول نداء يصل هملول، وهذا الشعار اللي صال وجال في جميع الميادين حضر ليقدم لنا هملول كأيضا كما قدم لنا وحضر في المواسم الماضية وفي السباقات الماضية بتقديم الأسماء الكبيرة التي حملها هذا الشعار أو حملت هذا الشعار. أتابع شعار هملول من ينطلق على المركز الرابع علي بن مفقود بن مسعود المري ليقدم لنا هذا المسمى الجميل. والمركز الخامس خامس المراكز يتواجد شاهين مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري على خامس المراكز. ندائنا الثاني أذعناه على مسامعكم بالوفاء والتمام، لنعود مجددا ونستجد النداء مع الأسماء الأولى المتواجدة، الخمسة الأسماء المنطلقة الخماسية الماسية التي تضم هذه الشعارات الكبيرة المنطلقة. وهنالك خلف النداء أسماء ما بعد حان موعد تواجدها. شكرا يا أحمد السادة محمد فير على هذه اللقطة المميزة للشعارات المتواجدة خلف الخمسة المراكز الأولى بقيادة هملول. هذا السير الجارف اللي نتابع خلف الخمسة المراكز الأولى بقيادة هملول وشعار بريك بن محمد بن بريك المري. أعود مجددا هنالك الأسماء قادمة لا محالة في الوقت المناسب. بنتابع المنافسة حتى الرمق الأخير وحتى خط النهاية لأرى أمور الصدارة التي تغيرت مع انطلاقة وتقدم مايهاب. الله يا مايهاب يتقدم أمام الصفوف ليقود الأسماء ليسيطر سيطرة تامة مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. مايهاب تعود مكيل السفر من مبلش من سفر البقمي على المركز الأول وعلى الصدارة والقيادة. المركز الثاني من يتقدم هملول اللي يصول ويجول بين المراكز الأولى المتقدمة، يتقدم على ثاني المراكز علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري يقدم لنا شعار على المركز الثاني. ثالث المراكز أتابع تقدم المركز الثالث، ومن واقع الشعار يبدو بأن شعار بن حبيبة من يتواجد الرياض محمد بن علي بن راشد بن سالم المري على المركز الثالث، ومع الثلاثية المميزة ومثلث الناموس اللي يضم الأسماء الكبيرة. المركز الرابع
رابع التحديات، وتابع الكادر الأسفل بهذه اللحظات انطلاقة وتقدم شاهين لمحمد بن حمد بن محمد بن مسعود. المركز الخامس يتواجد على خامس المراكز شعار الدوسري مع انطلاقة شاهين مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري مع المركز الخامس، وهذا هو نداءنا الثالث. نداءنا الثالث الأسماء الخمسة الأولى وما تجدد بها جديد ولا تدخل عليها شيء من الأسماء الجديدة المتواجدة في هذا الشوط والمتواجدة في هذه الانطلاقة. نفس الأسماء تنافس بعضها البعض، تنافس لاعبيها البعض، ونقترب بهذه اللحظات من منتصف المسافة. من منتصف المسافة لنتابع اقتراب الأسماء. الله يا الأسماء القادمة، أسماء واصلة لا محالة، منطلقة قدومة أيضا يلفت الأنظار بهذه الانطلاقة. سيل جارف، أعداد كبيرة واصلة بالانطلاق خلف الخمسة المراكز الأولى. أرى أكثر من 10 أسماء أو 15 اسم غادم بهذه اللحظات، منطلق بهذه المسيرة وبهذه الانطلاق لنتابع هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة والمنطلقة والشعارات اللي كان لها حضور في السباقات الماضية. تحضر بهذه اللحظات وتتقدم لتكون أقوى المنافسات في هذا الشوط وبهذا السباق المحلي السادس اللي نتابع به المنافسات الكبيرة والانطلاقات المميزة بقيادة الأسماء. وهنالك أسماء عندها سجلات حافلة، اللي في رصيده سيارة، اللي في رصيده أيضا رمز وصيف للرمز ونقاط ثمينة على أرضية ميدان الشحائية. نعود إلى الصدارة حتى وصول هذه الأسماء، حتى وصول هذه الأسماء الغادمة والمنطلقة. نتابع أول المراكز، راح مع الصدارة شعار بن مسعود مع لقطة مميز من أيمن الميدان. أحمد السادي يلتمس اللقطات المميزة ليستمتع المتابع والمشاهد خلف شاشات قناة الريان. مع أول المراكز نتابع انطلاقة وتقدم هملول اللي بدأ يصول ويجول مع الصدارة، انطلاقة ملحوظة. وأيضا ما بينه وما بين المركز الثاني مسافة بعيدة للغاية بانطلاقة أول المراكز وبانفرادته مع الصدارة ليكون هو المنافس لنفسه بهذه الانطلاقة. هملول تعود ملكية العلي بن مبخوت بن مسعود المري، يقدم لنا شعاره بن مسعود، يقدم لنا شعاره مع الصدارة مع المقدمة ومع الانطلاق ليتابع هذه الانطلاقة مع أول المراكز. خلاص راحت 5 كيلو، باقي 3 كيلومترات على خط النهاية، على الناموس، على التتويج، على الناموس الغالي، كلمة الناموس اللي يعمل من أجلها المالك والمضمر، هذه الكلمة الغالية اللي يتمناها الجميع والمركز الأول أمنية وطموح الجميع. مع أول المراكز ومع هملول ومع شعار بن مسعود على المركز الأول في كادر الحالة يلعب الوحدة مع الصدارة، وحبات الرماة تتراقص تحت أقدامه. يا سلام يا سلام، هذا هو هملول وانطلاقته والسلالة الهملولية اللي تجري بعروقه، بعروق هملول من يتقدم أمام الصفوف وأمام الإخوان المشاركين، أمام شعارات الإخوان المشاركين والأسماء الكبيرة المنطلقة والمتواجدة. ثاني المراكز يتواجد حبل الكريم رياض لمحمد بن علي بن راشد بن سالم المري وشعر البقمي على المركز الثالث مع انطلاقة مايهاب سفر بن مبلغ بسفر البقمي. المركز الرابع تقدم شهيد مبارك بن ناحي الدوسري. المركز الخامس أول الواصلين على خامس المراكز، وصل الدكتور ليعالج أمور الصدارة، ليعالج أمور المقدمة، محمد بن جابر بن عبيد السناري. هذا القعود علقت عليه في سباقنا المحلي الرابع حينما انتزع ناموس مميز صباحي، ناموس مميز في هذا الشوط يمني النفس بانتزاع نقطة ثانية في هذا اليوم مع انطلاقة شعار السناري مع المركز الخامس. من وصل لأول ندى واحد الأسماء المرشحة بهذه الانطلاقة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى هملول.
وركز يا بن مسعود، لا تستعجل لا تستعجل، باقي وقت كبير ما بين ايضا هملول وانطلاقته وما بين خط النهايه. هذا هو هملول من يحسم امور هذا الشوط تقريبا مبكرا، اسرع شوط يحسم مبكرا في هذا اليوم. هذا هو الشوط، شوط هملول من يتواجد مع الصداره، يقود الاسماء، يسيطر تمام السيطره مع اول المراكز. هملول اللي يصول ويجول مع علي بن مبخوت بن مسعود المري، من يقدم لنا هذا الشعار الشطرنجي مع تجاوز لافتة 1500 متر. 1500 متر، خلاص بن مسعود مع ناموس هذا الشوط، مع هذا الرقص الصباح الجميل ومع انطلاقة هملول اللي قدم بن مسعود مع الصدارة مع المقدمة. وكأني أسمع هملول يردد هذه العبارة، أنا على المركز الأول وتركتكم على المركز الثاني تتنافسون. ولكن الإخوان بدأوا يتحركون بهذه اللحظات، تحركت القعدان، تحركت الشعارات، تحركت الأسماء. الله، يا المركز الثاني غادم الدوسري، غادم مع شاهين مبارك بن ناحي بن محمد الدوسري. والمركز الثالث يتواجد الدكتور محمد بن جابر بن عبيد السناري. والمركز الرابع يتواجد مايهاب على المركز الرابع ويتقدم شعار سفر بن مبلت وسفر البقمي. خامس المراكز يتواجد العريق، وهنالك ايضا قدوم العريق قادم لعبد المحسن بن مبارك الشوان الهاجري، وقادم هملول بريك بن محمد بن بريك المري. ولكن اعود الى الصداره وتابعوا هذا الفارق الكبير على الكادر الاسفل، فارق كبير قدمه هملول مع الصداره والمقدمه ومع الانطلاق الذاتي بدون اي تعليمات. الآلي محنط، ارجوك يا بن مسعود لا تقول له شيء، خله على راحته، نبي يمثل ابناء الشحانيه في دوله الامارات وفي مهرجان جائزه زايد الكبرى وفي ايضا مهرجان المؤسس القادم. نريد هذا القعود يكون خير تمثيل لابناء الشحانيه في سن الثنايا، مع انطلاقه هملول ومع تقدم بالصداره مع المقدمه مع السلام مع التحيه. سلام وتحيه واحترام لعلي بن مبخوت بن مسعود المري على هذا الفوز وعلى ايضا حصول هملول على المركز الاول. والسلام يا بن مسعود، سلام لابناء الدوحه ولابناء الشحانيه على حصول ايضا هملول على المركز الاول. وللمعلومه العصاب الابطان مغروسه بالابطان، اذا بدون اي تعليمات يفوز معنا هملول بفارق كبير جدا جدا ما بينه وما بين المراكز. ننتظر لحظه قدوم المركز الثاني. وصل الشهيد المبارك من ناحيه الدوسري المركز الثالث، كان الوصول من قبل مايهاب لسفر مبلش بقومي المركز الرابع. وصل مشاهدي الكرام الشقب بحمد بن علي بن جرحب المركز الخامس، مبلش لعلي بن راشد الهميمي. اذا مشاهدي الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا هذه المنافسه واستمتعنا بانطلاقه وتقدم هملول اللي قاد الاسماء حتى الخط النهايه، وكان هو الفائز المتوج بهذه المسيره وبهذه الانطلاقه، ويعتبر من اقوى اشواط هذا اليوم هذا الشوط، لان هملول حسم مجريات هذا الشوط من تقريبا 3 كيلومترات. ننتظر حتى وصول خط النهايه مع الفوز بالناموس. التوقيت الزمني 13:59 الزمن الثانيه للمعلومه بدون اي تعليمات. نهني ونبارك لمالك هملول علي بن مبخوت بن مسعود المري المركز الثاني، كان الوصول من قبل شاهين. ننتظر لحظه وصول خط النهايه مع الفوز والناموس. توقيته الزمني لحظه الوصول 13 دقيقه بلا شك، 23 ثانيه. هذا هو شاهين 13:26 ثانية 37 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك هملول المبارك من ناحية الدوسري المركز الثالث، كان الوصول من قبل مايهاب. توقيت الزمن 13:29 78. التهاني والتبريكات لسفر بن مبلش من سفر البقمي على هذا الفوز.